فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الالى فاهجور الاوحال واصعد في السماء فاهجور الاوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى افقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل فارفع الرايات وامضي وامضي قدما اسجد القنديل واشعل واشعل همتا واركب الاهوال مهما مهما اظلما ترتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى افقا فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهدى فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي فارتقي في الخير وارقى أفقا وارقى أفقا من يهوم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدا في وجه العدا إن للجنات سحرا محكما فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهدى فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زياني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت أرضي ثم رزقته لأتاني أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلاد
متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت فيك كانت منزلا عندك بعض منازل الربان وموت خزي ولا يموت داني فأحي ذكرك بالإحسان تفعل عندك بعض يكن كذا ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم محفوظة لدى المروج للإنتاج والتوزيع هاتف رقم 5313555 فاكس رقم 5313355 صندوق بريد 5859 الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة. تم التسجيل والمونتاج في المروج للتوزيع والإنتاج. Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. People didn't approve for what I had to say. Covering myself will hide my charm away. Confused was my mind in what I shouldn't do. I have been so sad, my feelings never went through. My heart got that peace that showed me light. And I love my hijab, which made my spirit cry. Without my hijab, I feel insecure. Deep within my soul I feel peace and pure. My heart got that peace that showed me love. I love my hijab, which made my spirit cry. Without my hijab, I feel insecure. Deep within my soul I feel peace and pure.
This is my hijab, I will never remove. This is my hijab, I will never remove. I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. Sisters, hijab is the cure. Wisdom lies beneath it, I know that for sure. Gift yourself with guidance and never regret. Accepting it would be getting all respect. All around is evil, that wants to prevail. Stick into Islam, we won't let good fail. Let's embrace hijab and await our reward. It is for Allah, the one and only Lord. All around is evil, that wants to prevail. Sticking to Islam, we won't let good fail. Let's embrace hijab and await our reward. It is for Allah, the one and only Lord. I will never. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. Hijab is my way, the way that Allah chose. Allah chose. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعن القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعن القرآن حين لانا فإذا وعن القرآن حين لانا اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعود في روحه إنسانا وتائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزل هوانا ظل يلزمه